كنا زمان في البلد لما نسمع ان حد لقى مقبرة فرعونية القلق والخوف بيظهر، مش خوفا من الحكومة اللي هتقلب الدنيا لو حد سرق المقبرة، او مش من البيت اللي هيتهد على راس اصحابه لو المقبرة اتفتحت بالغلط، لا ده عشان الجن وحرس المقابر اللي هيأذوا اي حد يدخل المقبرة. ولكن تتفاجأ ان الحكومة اول ما توصل عشان تفتح المقبرة فالاثار تخرج عادي جدا، وكأن حراس المقبرة خايفين من الحكومة. ايه سر الكوابيس اللي عاشتها ناس كتيرة وفقدت حياتها بسبب المقابر؟ هنا في استرو كوميك هنجاوبكم على السؤال ده. الفراعنة او المصريين القدماء اشتهروا جدا بالسحر من اول قصة فرعون موسى والسحرة تبعه اللي شفناهم في القرآن الكريم، لغاية الترنيمات السحرية اللي لقيناها في كتابات المصريين، لغير التوثيق اللي اتكلم كتير عن سحر الفراعنة. حتى في مقابر الملوك التحذيرات اللي كتبوها الكهنة بيحذروا من عقاب كبير لأي حد هيفتح المقبرة، وده اللي شافوه بعينيهم كل من فتح مقبرة توت عنخ آمون، وكل اللي فتح مقبرة وخد كل اللي فيها حصل له عواقب وخيمة. كده فعلا نبدأ نصدق ان الفراعنة فعلا عندهم سحر قوي يمنع اي حد نسرقها. ولكن على الجانب الاخر في مئات المقابر الاثريه اللي تم اكتشافها واستخراج اثارها وما حصلش مثلا لعنات فراعنه ولا اي ضرر وصل لعلماء الاثار اللي اكتشفوه، ده غير ان تم اكتشاف ان اغلب الاثار المصريه المنهوبه تم اكتشافها من عصور تاريخيه سابقه، ومنهم من عصور فرعونيه، يعني كان السحر ساعتها لسه معمول حالا، وما زالش اللي سرقوا المقابر مثلا، وكل يوم في اكتشاف اثري ما بنشوفش عالم اثار اشتكى ان في اي مس او سحر حصل، ده غير الاثار اللي بجميع متاحف العالم، على الاقل كنا سمعنا من اي عام في متحف ان الحرس اللي ورا الاثار المعروضة دي لمحت له حتى باي حاجة. طب ايه السر يعني؟ في جن وحرس مقابر ولا كل دي اوهام؟ عارف كده لما حد يبقى عايز يشتري بيت وسعره غالي جدا، فعشان يرخص من سعره يقوم مطلع عليه اشاعات ان البيت ده مسكون ومليان عفاريت عشان سعره ينزل لسبع ارض وهو يشتريه باقل سعر ويوفر 90% من مبلغ البيت. او احنا بنشوف حاجه زي دي مع الدجالين، بنشوف احيانا جرائم بتحصل في حوارات فتح المقابر دي، زي اطفال بتموت بحجه انهم بيقدموا قرابين، او ستات او كبار في السن بيتعمل معاهم افعال شنيعه عشان دي مطالب الخدام، والزئبق الاحمر اللي الجرام منه اغلى من الالماس، ولو هفتح لك المقبره اخد نص اللي فيها. كل الجرائم دي سببها حوارات خدام المقابر والدجالين بالمناسبه، ما اسمهاش شيوخ. مفيش شيخ هيطلب ان انسان بريء يموت لمجرد وهم او شويه اثار، ولكن الحكايه ان النصاب ده بيطلب الطلبات دي لسببين، اما بياخد فلوس كتيره او كعربون قبل ما يبدا شغلانه، وغالبا بيخلع اصلا لان ما بيبقاش فيه مقبره ولا اي حاجه، اما بيبقى فيه فعلا مقبره بس لا عليها حرس ولا خدام ولا اي حاجه، بس عشان يقسمهم في الفلوس وخلاص. الكومنتات كمان شويه هتبقى خناقه وهجوم عليا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا في خدام وحراس واحنا شفنا بعينينا، وهم عندهم حق، اللي شافوه فعلا اصعب من ان هو يتحكي. في عشرينات القرن الماضي العالم صحي على اكبر اكتشاف اثري في تاريخ البشريه، اكتشاف مقبره توت عنخ امون اللي فيها اثار قدرت بانها اغلى قطع اثريه في العالم كله. اعتقد ان مقبره زي دي هتبقى اهم من مقبره الكهنه والعمال اللي بيطلب فيها زئبق احمر بالوفات. وبالمناسبه مفيش ماده علميه اسمها زئبق احمر، ده طبقا للكيمياء، ولكن فجاه بعد 7 سنين كل اللي اكتشفوا المقبره يموتوا واحد واحد، ده غير حوادث كتير، ناس تحفر في الارض وتنزل المقبره من غير ما تاخد اذن حراسها، تقوم المقبره مهدوده باللي فيها، وناس تشوف اسوأ كوابيسها، وناس تعيش اسوأ تجاربها، وناس تشوف تعابين وحيوانات غاية في الخطورة. وتعالى نمسك ده كله واحد واحد طبقا لعلماء الاثار والطب والتاريخ. اولا حفر واستخراج المقابر عمليه صعبه جدا، لانك بتحفر وبتكتشف حاجه من الاف السنوات، غالبا الكهنه بيبقوا حاطين فيها مواد سامه وحيوانات سامه لحراسه المقبره، وده اللي بيخلي اي حد يدخل المقبره بدون تعقيم يتوفى ويمرض ويتاذى، وده اللي حصل لمكتشفين مقبره توت عنخ امون. ده غير الناس اللي بتحفر بدون علم في اساسيات البناء فتحصل كوارث، وناس كتير قالت انها شافت احلام صعبه، مع انه في العلم الحديث ما بقاش معترف بكوابيس الاحلام على انها ليها علاقه بحاجه بتحصل في الحقيقه، بس مع ذلك ممكن يكون ده ناتج عن التفكير بالخوف في الامر. ولكن هيئه الاثار لما يستخرجوا اي مقبره بيبقوا جايين عاملين حسابهم من تخطيط وتعقيم وترميم وحمايه، وده اللي بيخليهم يخرجوا من غير اي اذى. قبل ما تأذي اي انسان عشان خاطر كلام واحد نصاب فكر في اهله، ما تبقاش طماع وجاهل في نفس الوقت. النصب بقى اكتر من الاول، وكل واحد عايز يبقى ليه سهم في اي نصبايا اي موضوع، يعني من اول الدجال اللي بيوهمك ان بيتك مليان اثار لحد العمال اللي بتوهمك انها خبره 20 سنه في استخراج الاثار، بس حساب صناعتنا اغلى بكتير. عارف ان قوانين الحكومه متشدده بشان الاثار، وان مفيش تعويض مناسب لاستخراج الاثار من بيتك مع انها حاجه تحت ارضك، فانت المفروض حسب الشرع تملكها، بس الشرع ما قالكش حد عشان خاطر شويه فلوس للنصاب
لازم في الزمن ده تبقى واعي وما تبقاش جاهل، عشان النهارده الجاهل والطماع بقى اكتر حد بيتنصب عليه بسهوله، والقانون لا يحمي المغفلين. ولو وصلت للجزء ده من الفيديو حابب اشكرك على المتابعه، واطلب منك تعمل لي لايك لنشر الفيديو واشتراك لمتابعه اي معلومه تاريخيه او عامه، وكومنت تقول لي رايك فيه سواء متفق او لا، وتقول لي على فكره الفيديو اللي جاي. كان معاك عبده عادل اداء صوتي وحازم امين مونتاج من قناه هيستوري كوميك. مع السلامه.